خالد مين اللي بيقرر الحين وين ناكل؟ انا اللي بقرر ان شاء الله. لو اكل اكل هندي انا اللي بقرر. يبي ياكل يطق راسه في الدنيا. اقول والله تروح مشاوي وانت ما تشوف الدرب. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. يلا 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 انزل ترى جدي يا جماعة الخير مو طاقتك حمود خلاص يلا 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 ما تعرف سعود خالد انت انزل 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 وش بطارق من ذا يقول يقول ما تعرفه بطارق لا 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 قصة عليك قبل رفع الكاميرا تدري للأمانة ما يقول انا ما ادري انه تصوير لا لا قصة عليك قبل رفع الكاميرا طب اسمع قول لا اله الا الله استهد بالله يا ابو خالد استهد بالله احنا تدري وش ذنبنا احنا نمشي مع ناس اصغر مننا عقل هذا البلاء اللي ابتليت انا انا اللي مبتلي فيكم عقولهم ابرك فكه وبركات عين اسمع عقولهم عقول غير ناضجه هل يعقل هل يعقل هل يعقل ان المدرس هو نفسه عقل الطالب لا انت مدرس يا ابو خالد انا انت مدرس لازم تنزل عقلك لازم تنزل عقلك لا لازم ألف باء تاء مشويات تمشي معاه ما يعرف الثريد والرز الحساوي والمندي ما يعرف كم عمرك طلعت من بيتكم ما عمره ما كم سنة حنا اللي طلعناه يوم تدري محمد طارق لو يحلق شنبه لو يحلق شنبه ويفتح بث يتبند يقولون طفل اقل من 18 سنه شرجه يوم اولادنا بالشارع عاد ادوج في الشارع يوم اولادنا والله صدق اتكلم انت مره قوي انت يعني كذا علمك يعني يوم وليد 2000 كنت في الشارع انا والله سددها البلد مواليد 2000 يذبحونا الحين ترى ترى بيزعلون لا لا ترى اسف ابو طارق مواليد 2000 لا مو باسف لابو طارق اسف للمتابعين اللي مواليد 2000 مواليد 2000 كنا في السوبر احنا توهقنا اي والله 90